قبل مغادرة البيت الأبيض وتسليم مفاتيحه إلى الرئيس الجديد جو بايدن، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعل أمور هامة من شأنها أن تصعب مهمة خلفه بايدن، لا سيما فيما يتعلق بالملف الإيراني. ففي الوقت الذي ما زالت لدى ترامب القوة والوسائل لإلحاق ضرر دائم بطهران، يقترب ثأر ترامب من إيران من ذروته. ولعل اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخريزادة قد عزز الشكوك بشأن سعي ترامب بالتعاون مع حلفائه في المنطقة للدخول مع النظام الإيراني في مواجهة شاملة خلال الأيام الأخيرة من فترته الرئاسية، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية. الجارديان أكدت أن السرية التي طبعت الاجتماعات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا خلال زيارته لعدد من دول المنطقة ترجح وجود اتفاق على إضعاف النظام في طهران ووضعه في مأزق كبير. ففي حالة ردها على عملية الاغتيال، كما هدد المرشد الإيراني علي خامنئي، قد يمنح ذلك الفرصة لتوجيه ضربة ساحقة لمنشآتها النووية، فيما قد تتلاشى آمال بايدن في تهدئة الوضع الإقليمي الذي يعقد النظام الإيراني آمالا كبيرة عليها. الصحيفة البريطانية أكدت أن رغبة قادة إيران في الانتقام سيجر البلاد إلى صراع أكبر في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من الانهيار بسبب وباء كورونا والعقوبات الأمريكية. أما شبكة CNN فقد أكدت أن إيران تتعرض لمزيد من الإذلال بسبب مقتل عالمها النووي، وأن إدارة ترامب تريد إثارة أكبر قدر ممكن من الكراهية ضد طهران لجعل المصالحة المستقبلية مع إدارة بايدن مستحيلة، فخاصة فيما يتعلق بآمال إيران في عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترامب.